يسعد اوقاتكم حبايبي، معكم آلاء، برحب فيكم بقناتي آلاء لايف. فيديو اليوم مخصص لاصحاب القلوب الضعيفه، لاصحاب الدايت والريجيم والاكل الصحي او الهيلثي فود. هالاكله كتار مننا بحبها يلي هي المشاوي، بس بسبب هالظروف وهالغلا صار قليل لناكلها وصرنا مره بالاسبوع نعملها. فيديو اليوم لروتين يوم الجمعه كيف بقضيه انا وعائلتي، كله حماس ونشاط وحيويه. نهار جديد ونهار جميل، يسعد صباحكم ويسعد لي اوقاتكم كلها. اول شي ببدا نهاري بفنجان القهوة، مثل كتار منكم بيبدا نهاره بفنجان القهوة. لعشاء القهوة اكتبوا لي بتشربوها بسكر او سادة، ويلي ما بشرب قهوة اول ما بفيق شو هو مشروبه المفضل يتصبح فيه. هون بعد ما شربت فنجان القهوة قمت بلشت تنظيف الدجاج او الفراخ اللي عندي. الفراخ الدبوس مخلية من العظم وعندي ورك فرخة كامل، بغسلهم بالماء كتير منيح، بعدين بضيف عليهم خل أبيض بروح الزفاري اللي فيهم، وإذا اللحم أو الدجاج فيهم دم بالمي مع الخل تتخلصي من كل الدم البقيان. بغسل اللحم الدبوس المخلي كتير منيح، بعدين بقيمهم بحطهم بمصفاية وبنزل بالوراك الفراخ الكاملة، كمان بغير المي وبحط لهم خل وبنضفهم من أول جديد، حطهم بمصفاية لحتى يصفوا نهائي من المي. وهلأ بننتقل معكم لمرحلة التتبيل. أول شي إذا بتحبي تقطعيهم بقطعتين وتفصلي الدبوس عن الورك هذا اختياري، بس أهم شي تعملي فتحات بالقطعة الدجاج كرمال تمتص التتبيلة. وأنا كمان بحب أعمل مع الفتحات بالدبوس انخز أو نخز اللحم من ناحية العظم كرمال تغب التتبيلة، ووقت الأكل ما لما ناكل يطلع لنا دم من قسم التقاء العظم باللحم. هاي الطريقة بحب اتبعها وبيطلع اللحم مستوي ودايب وما فيه دم أو ما نو مستوي من جوا من ناحية العظم. وبعد ما قطعناهن ونخزناهن وصاروا جاهزين للتتبيل ننتقل لمرحلة التجهيز أو تحضير التتبيلة. بالكبة أو الخلاط أنا بحب أفرمها كتير منيح لحتى تتمازج كل المكونات مع بعض. عندي الثوم اختياري، أنا أخذ معي نصف راس من الثوم، دبس فليفلة أو الهريسة مثل ما بيقولوا أهل مصر، حطيت معلقة كبيرة، وحطيت عندي لبن زبادي كمان كاسة، وعندي الزيت النباتي والمطيبات من البهارات. عندي فلفل أسود 7 بهارات، بابريكا، كاري، كركم، ما بننسى الملح أكيد. عندي هون فلفل أسود، ربع معلقة من الفلفل الأسود، ونص معلقة من كل المكونات يلي ذكرتها، الكركم والبابريكا والكاري وال7 بهارات. هلا انا بالتتبيله بحب ضيف اللبن، اول شي بيعطيه اللون الذهبي للدجاج بعد الاستواء، ثاني شي بيحافظ على قوام الجوسي للدجاج وقت الاكل، ثالث شي والاهم انه بخلي اللحم يستوي معي اسرع، ما بصير له شده او بيعذبني. لهيك اللبن او الزبادي كتير مفيد لتتبيلة الدجاج، اعتمدوها دائما باي تتبيله دجاج حتعملوها. وهيك صارت تتبيلة الدجاج أو الفراخ عندي جاهزة. منضيف التتبيلة على الدجاج اللي منضف واللي منخز مسبقا، منضيف التتبيلة عليها. أنا هون تركتهم منقوعين 8 ساعات، فيكي تنقعيهم لتاني يوم أو لتالت يوم عادي اختياري، وفيكي ترفعيهم على التلاجة متبلين بتنزليهم جاهزين وقت اللي بدك، هذا كله اختياري. بس يعني أقل وقت ممكن للتبلية تتركيهم بالتتبيلة ليغبوا 8 ساعات 4 ساعات حسب قد ايه معك وقت، بس يفضل يبات اللحم او الدجاج وقت طويل بالتتبيلة لحتى يتشرب كل النكهات. وهلا حغطيهم معكم بالبلاستيك راب او ستريتش الطعام الغذائي الصحي، واتركهم متبلين على جنب لمدة مثل ما قلت لكم 8 ساعات انا تركتهم، فيك تتبليهم لتاني يوم وفيك تحطيهم بالفريزر. وعند هاي النقطة بتخلص مهمتي، وبعد 8 ساعات بتبدأ مرحلة جوزي او مهمة جوزي يلي هي الشوي. انا بحس الشوي بده رجال، هو اكيد بعرف اشوي واكيد كلياتنا كستات بنعرف نشوي، بس سبحان الله نحن كسوريين عنا الشوي اساسي هو بيستلمه الرجال، بيقعد على المنقل بالسيران او المشاوير او حتى بالبيت وهو اللي بيستلم الشوي. قد ما كانت ست البيت متقنة وبتعرف تعمل كل شيء، نكهة ونفس الرجال بالمشاوي غير، هي صراحة واعتراف مني من الاخير. انا تحديدا بحب طريقة شوي زوجي باي شيء عم نشوي ان كان لحم او دجاج او سمك، لانه اول شيء بهدي النار
لحتى تستوي اللحمة أو الدجاج مثل ما قلت لكم، وبعدين ببلش يطلع بالنار تدريجيا ويقويها لحتى تتأمر وتاخذ الوش المقرمش يلي عليه طبقة الفحم ونكهة المشاوي خيالية. هي الأكلة الوحيدة يلي جوزي بيجي بيساعدني فيها. طبعا أثناء الشوي منصف أوراق الدجاج بالشبكة ومنجهزهم لحتى يروحوا معنا على الشوي أو على النار على الفحم. وهلأ رح نشك معكم الخضار يلي بتنشوى، من بصل وبندورة وفليفلة أو فلفل، وأكيد ما بننسى مكعبات صغيرة من اللية بتحطيها مع البصلة بتطلع نكهتها خرافية. مثل ما عم تشوفوا طريقة شك البصل من الخلف، هو طبعا لازم بصل صغير، بس للأسف أنا ما كان متوفر عندي البصل الصغير اللي خرج الشوي، لهيك بصلة قطعتها 4 أقسام أو 4 قطع ومنشكها من الخلف، بصلة شرحت لية، بصلة شرحت لية، لحتى ويكونوا بوسط السيخ لا بأوله ولا بآخره كرمال يجوا على النار نظامي. والطماطم أو البندورة منشكها بنفس الطريقة، والفليفلة اختياري إذا حابت تشوي الفليفلة، بس عن جد نكهة الخضار المشوية كتير طيبة ولذيذة وشهية. حكولي يوم الجمعة كيف بتقضوا، كيف بتكون الفعاليات أو النشاطات عندكم بالبيت. نحن أوقات منشوي أوقات لا. وقت كنت بسوريا كان والدي الله يخليلكم والدكم يجي لعندي بعد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة يشرب عندي فنجان قهوة، كنت كتير انبسط بجيته وبقعدته، الله يطول بعمره يا رب ويجمعني وبماما وبكل أهلي يا رب، ويجمع كل مغترب بأهله وأحبابه. وهلأ مثل ما عم تشوفوا عم حضر الخبز أو العيش مثل ما بيقولوا أخواتنا المصريين، بدهنا بزيت زيتون ومعلقة هريسة أو دبس فليفلة، وبحط طبقة تانية فوقها وبدعكم مع بعض كتير منيح، وهيك بيكونوا جاهزين معي ليروحوا على النار ويتقرمشوا وياخدوا نكهة الشوي والمشاوي. وهلأ باخد طاسة أو مقلاية بحطها على النار وبحطلها زيت نباتي ومكعبات من اللية، وبقلي فيهم قطع دبوس الدجاج المخلية. لا تقلقوا بالنهاية رح دخنهم وياخدوا نكهة الشوي ويصيروا كأنهم مشويين على الفحم. طبعا مثل ما دايما بقلكم بنزل بقطع الدجاج على نار عالية وزيت عالي يكون حامية الطاسة أو المقلاية لحتى فورا ياخدوا وش ما تفرز قطعة الدجاج الجوسي أو العصارة يلي فيها، بس ياخدوا وش أو يتغير لونه بقلبهم للناحية الثانية لحتى ياخدوا لون من الناحية الثانية. كرر العملية وبهدي النار لحتى تستوي. ببقى كل شوي عم قلبهم على الناحيتين لحتى تستوي وتتأمر وتتقرمش من الجهتين. وبعد ما استوت وتحمرت واخدت اللون الذهبي والنكهة الدايبة الطيبة المقرمشة، ضيف عليهم فحمة بجيبها من على المنقل وبحطها بالوسط عند الزيت تتدخن، بيعطيها نكهة الدخان نكهة الفحم، وشوفوا لونه كيف ذهبي وعليه شوي من السواد مثل كأنه شاويتيون على الفحم. وهيك صارت معنا أول وصفة جاهزة بفيديو اليوم. طبعا أنا عم حضرهم وجهزهم بالمطبخ وزوجي واقف على المنقل. هلأ بنتي الله يخليلكم ولادكم حبت تقوم تساعدني وتعمل صحن بطاطا مقلية جنب هالأكلات الشهية. شو حلو اليوم لما بيكون كل أهل البيت فيه عم يشتغلوا ويتساعدوا مع بعض، بتلاقي خلص اليوم بدون تعب، وبنفس الوقت روح التعاون يلي بيناتنا بتخلي الشغلات تعمليها بحب أكتر وسعادة أكتر لما تتشاركي تفاصيل حياتك مع أهل بيتك ومع عائلتك. عن جد كتير إحساس رائع، ولازم نعود أولادنا يقوموا يساعدونا بالبيت ويشتغلوا معنا لو شغلات بسيطة. أنا ابني وبنتي الله يرضى عليهم بيتموا بيساعدوني بأي شيء ممكن أعمله، بالشطف بالطبخ بأي شيء ممكن أعمله طبعا على قدهم. حلو البيت يلي فيه روح التعاون ونشاط وحيوية. وهلأ صارت البطاطا عنا جاهزة للقلي، غسلتها منيح من النشا وملحتها، حطيتها بالزيت الغزير المحمى مسبقا وتركتها تنقلى. وطبعا زوجي ما نادالي يصور لكم لحظة استواء الخضروات على الفحم، لهيك خدتهم جاهزين مستويين، حاخدهم معكم على المطبخ ورجيكم كيف تجهيزهم وتحضيرهم للتقديم مع الأكل أو الدجاج. مثل ما عم تشوفوا بقشر أول قشرة بس للبصلة كرمال حافظ على نكهة الشوية اللي فيها، وهي قطعة اللية كيف مستوية ومحمرة ومقرمشة وأخذ نكهة الفحم، يا سلام. والبصل مثل ما عم تشوفوا بكرر كل العملية بنفس الطريقة، بقيم بس القشرة الأولى ما بقيم كل القشور أو الطبقات كرمال تحافظ البصلة على نكهة الشوي. والبندورة كمان سهل كتير تقشيرها،
طبعا كانت سخنة عم تغلي، أنا عم أقشر لكم إياها، فيك تستنيهم ليبردوا وتقشريهم. وهذا هو الشكل النهائي لهم بعد التقشير والتجهيز. أنا أوقات بحب أطحنهم على الكبة وأعملهم صوص جنب المشاوي، بس زوجي هيك بفضل تبقى كل حبة الخضروات صحيحة وتتقدم هيك جنب الدجاج أو اللحمة. هلأ انتهينا من الخضروات وحنبلش بالدجاج والمشوية. بالبداية لازم تكون نار وسط، لا هادية كتير ولا عالية كتير تحرق الدجاج، لازم تكون النار وسط. نحط عليها الدجاج كرمال ياخد وش وما يلزق بالشبكة. نقلبها على الجهتين، بس نأخدت وش من الجهة الأولى بقلبها على الجهة الثانية، وبعدين نبلش هدي النار شوي لحتى يستوي معنا الدجاج أو الفراخ. ما بدي اياه يحترق أو يتحمر من برا ويكون ني ولسه ماله مستوي من جوا. مثل ما عم تشوفوا أخدت أول وش من أول جهة، قلبناها مع طبعا مرحلة التهوية المستمرة، وقلبناها لتاني جهة لأخدت وش. هون بلش النار تعلى شوي عندي لحتى تبلش الدجاجة بمرحلة الاستواء. طبعا الدخان يلي عم يطلع نتيجة انه بينزل قطرات الدجاج منه على الفحم، لهيك بيعطي البخار وبيعطي الدخان وبيعطي ريحة الشوي او نكهة الشوي. هلأ هون بتركن على نار وسط لحتى يستووا كتير منيح، وبتم بقلبهم على وشين على الجنبين لحتى اتأكد انها استوت من الجنبين. بعدين بعلي النار شوي لحتى تتأمر القشرة او الجلدة وتاخد اللون الذهبي المقرمش المأمر يلي فيه نكهة الفحم والتدخين والشوي. بدي اتشكر متابعيني وحبايبي يلي كملوا مع الفيديو ووصلوا لهون، بتشكركن على حسن متابعتكن. ولا تنسوا تضغطوا زر اللايك يلي لسه ما ضغط زر اللايك، تشتركوا بالقناة يلي لسه مو مشترك، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وهي الخبزات يلي جهزتها معكم آخر مرحلة، لما بيستوي الدجاجات عنا بنحطهم على الدجاج وبنقلبها، بنحط كمان خبز على الوش الثاني ومنغلفها من الجهتين بالخبزات المحمرات يلي عملناهن، بياخدوا نكهة الدجاج وبيكونوا طعمتهم كتير طيبة. يعني بتاكليهم سادة بدون ما تحطي معهم شي، بتطلع نكهتهم كتير طيبة، اخدين نكهة الفحم ونكهة الدجاج المشوي، وكمان عندنا نكهة الفليفلة. وهذا هو الشكل النهائي للمشاوي، الدجاج او الفراخ عندي صارت جاهزة. ليكو لونهم كيف ذهبي بياخد العقل، ليكو الخضار كيف مقرمشة ومستوية. وهي البطاطا المقلية كمان صارت عندنا جاهزة مع شوية مايونيز وكاتشب ومخلل. وهذا الشيش أو قطع الدبوس المخلية يلي قليناهن على المقلاية كمان طلعوا طيبين وآخدين تتبيلة ونكهة المشاوي. وهي كان شكل السفرة النهائية بعد ما خلصنا الشوي وهالوصفة الهنية. الفيديو الماضي نسيت رحب وسلم على متابعيني من المغرب، تحياتي إلهم، تحياتي لكل مشتركيني من المغرب ومن الجزائر ومن كل الدول العربية. وبوجه تحية خاصة لمتابعيني الأعزاء الدائمين يلي دائما بيحضروا لي كل فيديو بنزله وبحطوا لي كومنتات تفرحني وتسعدني فيهم، وما بينسوني من اللايكات. بوجه لكم تحية وحب كبير لكم من قلبي، وشكرا لوجودكم بقناتي. وهذا كان روتين الغداء يوم الجمعة، بتمنى ينال إعجابكم. يا ويلي على الروايح والنكهة الشهية واللون المقرمش الذهبي وطعمة الفحم الخرافية يلي حتى لو شويتي بصلة وبندورة وبيتنجان وفليفلة من دون لحم ومن دون مشاوي بتعطي نكهة تانية فوق الوصف. فكيف مع لحم ومشاوي؟ الله يديم نعمه علينا وعليكم وعلى الجميع يا رب ويرزقكم. شفتوا كيف اللحم مستوي للعظم؟ تبعوا التتبيلة وإن شاء الله هتعتمدوها بكل مرة هتشوفوا فيها. وهلا حبلش حضر معكم لقمة الغوالي يلي هي قطعة من اللحمة والبندورة وشوية من الخضار المشوية، ويا ويلي على الروايح والنكهة الهنية. ابعت لكم هاللقمة متابع متابع، بتمنى من قلبي تكون نالت اعجابكم هالوصفة وطريقة التتبيل والنكهة والريحة واللون والطعمة كل شي متكامل، شهية ولذيذة. وليكو قطع الدبابيس المخلية كيف مستوية ودايبة وطرية ولونها بشهي. عن جد كل النكهات كل وحدة أطيب من الثانية، كلهم طيبين وكلهم بترجعي بتعيديهم إذا جربتيهم. يا ريت فيني ورجيكم عائلتي قبل الكاميرا كيف عم تستعجلني وتقلي استعجلي ما عم نقدر نقاوم الروايح وهالمائدة الشهية.
كان معكم ملكة المطبخ، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة، لا تنسوا اللايك حبايبي، بحبكم كتير، سلام.